امبارح كان في مباريات مهمة جدا في اليورو جمعت ما بين بولندا والنمسا، واللي انتهت بفوز النمسا بثلاثية مقابل هدف للنمسا. وفي المباراة الثانية فازت أوكرانيا على سلوفاكيا بنتيجة 2-1. أما المباراة الثالثة واللي بتعتبر أقوى مباريات امبارح جمعت بين منتخب هولندا وفرنسا وانتهت بالتعادل السلبي. كمان كان في مباريات مهمة في كوبا أمريكا امبارح جمعت بين تشيلي وبيرو انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. عايزين نعرف تفاصيل أكثر عن المباريات دي من الكابتن عمرو الخشاب الناقد والمحلل الرياضي اللي موجود معانا دلوقتي على الهاتف. صباح الخير يا كابتن عمرو. استاذة هالة صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على جميع السادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبصحة وسعادة. في البداية كده تعالى نتكلم على مباراة النمسا وبولندا، تحليلك للماتش ده. والله بصي انا عكسي تماما المتوقع للماتشات دي، بحسها هي دايما اكتر اثاره واكتر متعه لتقارب مستوى الفرقتين دايما. انت بتتكلمي على المنتخب البولندي، اي نعم مش بيمر بظروف افضل شيء بعد صعوده بالملحق بتصفيات الامم الاوروبيه وتغيير الكادر الفني اكتر من مره في التصفيات، وحتى في الماتشات الوديه يعتبر في استقرار لحد ما قبل ايام من البدء اليورو. في النقيض المنتخب النمساوي منتخب قوي شرس مع المدير الفني الاوروبي او النمساوي اللي كان المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد رالف رانشيك، فمدير فني محنك وقادر يتعامل في البطولات المجمعه دي. مباراه امبارح بالعكس انا كنت شايفها من افضل المباريات، على العكس كان المتوقع ان احنا كنا نشوف منتخب يعني ماتش انجلترا عفوا ماتش فرنسا وهولندا هو الاقوى، لكن انا شفت او يعني عشان تابعت ماتش هولندا والنمسا يمكن ده حسيته الاقوى. امبارح مباراه كان فيها شيء من التنافسيه كبير جدا. المنتخب البولندي كان داخل المباراه مش بيبكي على اي شيء بعد خسارته في المباراه الاولانيه قدام المنتخب النمساوي، منتخب قوي عنيف شرس قدر يعني عاوز اقول لك حاجه يعني بلغه الكوره كده خلى المباراه كله يعتبر وان سايد جيم، يعني ثلاث اهداف يعني كانت يعتبر هي كلمه السر، يعتبر الكور الثابته. الهدف الاولاني كان نتيجه رمي التماس او بدايه رمي التماس ثم عرضيه من فيليب موين الظهير الايسر ماينز ثم تسجيل السنتر باك او قلب الدفاع تيرنر هدف مميز جدا، ثم بعد كده المباراه راحت جت وقدر المنتخب البولندي يتعادل يعني على طول وخلى المباراه اكثر تنافسيه. لكن المنتخب النمساوي بصراحه بقياده المدير الفني زي ما قلت لك في بدايه كلامي رالف رينجيت بتغييراته خلى المباراه تماما وان سايد جيم وضيع اكثر من فرصه لغايه ما سجل الهدف الثاني والثالث وختم المباراه او الهدف يعني ضربه جزاء نتيجه خطا فادح لحارس مرمى بولندا شيزني حارس مرمى اليوفي، ثم طبعا تسجيل لاعب المخاطره ماردربيتش بيخلي المجموعه زي ما حضرتك قلت وتفضلت في بدايه كلامك اكثر اشتعالا، خصوصا بعد تعادل امبارح المنتخب الفرنسي هولندي 0-0، فتخلي المجموعه دي لغايه اخر وقت مش عارفين مين يصعد الاول ومين يصعد الثاني. طيب هل كان في نفس المستوى من التنافسيه في مباراه اوكرانيا وسلوفاكيا؟ شفت المباراه ازاي؟ بصي دايما مباراه الديربي بسميه ديربي شرق اوروبا سواء سلوفينيا سلوفاكيا اوكرانيا البلاد اللي هي كانت قبل كده مسبقا يعني يعتبر الاتحاد السوفيتي طبعا غير يعني بتكلم على سلوفينيا سلوفاكيا الاخير وتشيك، اكيد بتتكلمي امبارح على مباراه اوكرانيا ومباراه سلوفاكيا مباراه كانت برضه اكثر تنافسيه، المباراه كانت 50-50. المنتخب الاوكراني قدم أسوأ مباراته في اول مباراه امام المنتخب الروماني العنيد الشرس اللي انا حسيته ان هو مش حسيته اللي بيتابع المنتخب الروماني اخر فتره ما يقولش يبدا البطوله بالشكل المميز ده، كسب المنتخب الاوكراني 3-0 ودي كانت كلمه السر خلى ريبيروف المدير الفني للمنتخب الاوكراني يخش بالمباراه بشيء من الهدوء والثبات الانفعالي، قدر يعالج بعض اخطائه اللي مر بيها في المباراه الاولانيه ويعني تفوق كاسح على المنتخب السلوفيكي على عكس النتيجه 2-1. لكن الشوط الاول اقدر اقول لك المنتخب الاوكراني كان افضل بكتير جدا، لكن المنتخب السلوفاكي احرز هدف نتيجه برضه زي ما قلت لك في بدايه كلامي او في المباراه السابقه كلمه السر هي الكور الثابته اللي تحديدا رمي التماس ثم عرضيه من كوتشكا لاعب ميلان السابق ثم تشارنز اللعيب المميز جدا لاعب سيلفيا براك احسن لعيب في الدوري التشيكي الموسم المنقضي سجل هدف التقدم ربك تماما المدير الفني ريبروف كان الهدف ده عكس سير اللقاء خالص في استرهالة. ثم الشوط الثاني بصراحه يعني تغييرات ريبروف اللاعب الدولي السابق منتخب اوكرانيا المدير الفني الحالي قلب المباراه تماما وخلى المباراه وان سايد جيم تماما في الشوط الثاني وسجل هدفين، وحتى كان من المزيد يعني وكان من المتوقع اللي تبع اللقاء كان ممكن المباراه تنتهي 3-4-1 منتخب اوكراني، لكن الفوز ده خرج تماما
طيب يعني برضو من ضمن الماتشات اللي كانت معنا امبارح يا كابتن، ماتش جمع ما بين اقوى منتخبات العالم فرنسا وهولندا، يعني حامل اللقب منتخب فرنسا وهولندا، هل برضو شفت ان دي كانت يعني انا بتكلم على ان دولت من اقوى المنتخبات، هل شفت ان دي كانت مباراه ايضا مخيبه للامال ولا كانت في تنافسيه وانتهت بالتعادل السلبي؟ بصي والله يا استاذ سريع، رغم ان الشوط اتقدم مضبوط، يعني يقدر يوصل لابعد مدى سواء اخذ باليورو او في كاس العالم او فاز ببطوله كاس العالم او حتى صعد نهائي، لكن اساس ان لعيبه المنتخب الفرنسي حل او صعيد الاوروبي افضل لعيبه موجوده حاليا في الجيل ده، والجيل ده ممتد من ثلاث اربع سنين فاتوا لثلاث اربع سنين، فمحتاجين اقوى مدرب. بقول كلامي ويمكن المشاهدين ممكن تستغرب شويه من كلامي، لكن انا عشان متابع المنتخب الفرنسي واعتبر متابع برضه الدوري الفرنسي مع العناصر المختلفه في كل انحاء اوروبا، اللعيبه الفرنسيه تم مدرب اقوى من كده سعيد يعني لحد ما افضل من البدايات اللي كانت سيئه مع كومان. كومان عمل احلال وتثبيت جذري في المنتخب، عمل نتائج مميزه جدا سواء في الامم دوري الامم الاوروبيه الاخيره كان حصل اخذ الوسيط، ثم التصفيات عمل فيها نتائج مميزه جدا، ودي اللي ادت دفعه وادت لمحبي الكره الهولنديه طمانينه كده نعمل بطوله. فعلا بدا بدايه افضل شيء في المباراه الافتتاحيه، لكن مباراه امبارح بالعكس انا كنت شايف المنتخب الهولندي كان اقرب بكثير جدا من ناحيه الانضباط التكتيك ومن ناحيه الالتزام الدفاعي، وكان يلعب على الهجمات المرتده، وكان اقرب بكثير جدا بان هو يطلع الفوز وحتى سجل هدف، لكن اتلغى نتيجه اوفسايد طبعا، وشفنا طبعا القرارات الصارمه نتيجه الفار مش بتطول الامور دي زي ما احنا عندنا في الدوري المصري معتاده شويه، لكن انا شايف ان المنتخب الفرنسي مش هيوصل ابعد مدى مع دي ديشون في البطوله. انا كنت دي لسه هسال حضرتك على ده، يعني توقعاتك هل ممكن فعلا يوصل ولا لا خاصه في غياب مبابي؟ بصي انا شايف يعني جوده الافراد هي اللي بتتحكم اكتر في التكتيك الجماعي لديشام، يعني ديشام بالبلدي كده بيتحمي في جوده لعيبته، بيتحمي في المستوى العالي بتاع لعيبته، لكن دايما المدير الفني المنتخب خصوصا يا استاذ هاله لو قعد فتره طويله محتاجين احنا كمتابعين او ندعي ان احنا مختصين في الكوره نشوف اداء جماعي افضل من كده بكتير جدا، لكن انا شايف هو دايما بيحتمي في الاداء الفردي على لعيبته، سواء اللعيبه اللي يعني عندها عنصر المهاره وعنصر السرعه زي طبعا كده مبابي زي جريزمان زي بعض اللعيبه الاخرى يعني عشان الوقت. فانا شايف بوجهه نظري ممكن البطوله دي كلمه السر بتاعتها الانضباط التكتيكي والالتزام الدفاعي خصوصا اللي بيتميز بيه المنتخب الفرنسي في البطولات اللي فاتت، لكن انا اشك ان ممكن يوصل ابعد مدى في البطوله دي. طيب تعال نروح كده لمباراه بيرو وتشيلي في كوبا امريكا، تحليلك للمباراه. والله يا استاذ يعني انا القصه كلها اللي طبعا كوبا امريكا بدأ في وقت صعب جدا مع اليورو ودسمت اليورو طبعا، فانا حاسس ان البطوله دي مظلومه جدا اعلاميا على الرغم من يعني امريكا الجنوبيه والكره الممتعه اللي احنا كلنا بنحبها، لكن دايما بتيجي في وقت صعب جدا، الماتشات بتبقى الساعه 1 صباحا و3 صباحا، لكن احنا طبعا شفنا اول امس او يعني يعتبر اول امس يعني عشان خاطر الماتش كان بعد الساعه 12 بالليل، يعني الارجنتين افتتحت بنتيجه يعتبر يعني بسيطه جدا 2-0 على المنتخب الكندي، كان ممكن الماتش يطلع اكتر هافي سكور، كانت بدايه كده بتسخن كده بلغه الكوره، لكن في المجموعه نفسها زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ماتش تشيلي وماتش بيرو ماتش كان فيه رضاءه تكتيكيه، الماتش كان سيء جدا جدا على المستوى التكتيكي، الماتش ده 0-0، مش بقول كده عشان النتيجه 0-0 بالعكس، لكن ماتش تحس ان الفريقين يعتبر اتفاجئوا بالبطوله، حاسين ان هم بيلعبوا ماتش ودي مش ماتش تنافسي تماما، ممكن تكون دي البدايات الامور دي بتشيل على العناصر لعيبه، لكن بتتكلم المنتخب علشان ما يجهدوش نفسهم في اول البطوله، ده اعتقد امر مفهوم. على العموم بنشكر حضرتك كابتن عمرو الخشاب ناقد والمحلل الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك.